السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا عبد الله مديفر يحييكم في لقاء الجمعة الذي يشرف بأعينكم على قناتي الرسالة وخليجية ويتهادى إلى أسماعكم عبر أثير روتانا FM. ضيفي في هذه الحلقة هو الشيخ الدكتور سلمان العودة، وسوف نتحدث تحت عنوان أزمة. في لقاء الجمعة تجتمع الكلمة. حياكم الله، وباسمكم ارحب بضيفي الشيخ الدكتور سلمان العودة. حياك الله شيخ. اهلا وسهلا، مرحبا فيك. نحن سوف نتحدث بأزمة، لكن نريد ان حديثنا ما يكون مأزوم، يعني يكون بيكون مريح. مفهوم الأزمة وكلمة أزمة، الى اي حد ترتبط الأزمة بحياتنا؟ ويعني هل هي ارتباطها جزئي وقتي، ولا مرتبطة بشكل دائم في حياتنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا، يعني اللفتة اللي أنت ذكرتها الآن مهمة جدا، أنه نتحدث عن الأزمة بروح سلسة وأعصاب مسترخية، لأنه الفرق بين الأزمة وبين التأزيم. الأزمة معناها في اللغة الضيق، والمضيق يسمى مأزم، والسنة المجذبة لما فيها مطر يسمونها أزمة. وفي الحياة منذ وجدت فيها أزمة، يعني هبوط آدم من الجنة له قصة ذكرها الله تعالى في كتابه. وبعد هبوط آدم قصة ابني آدم بالحق، إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. هذه كانت أزمة، يعني عصفت بالأسرة الصغيرة آنذاك. ولكن في مقابل هذه الأزمة هناك تيار الحياة المتدفق، هناك هذه الخارطة الواسعة جدا في الكون الذي خلقه الله سبحانه وتعالى بأرضه وسمواته وأملاكه وأفلاكه وبشره، وكل واحد من البشر هو عبارة عن عالم مستقل يعني. فهناك كثير من الجوانب التي تسير بطريق صحيح ومنتظم وجيد، وعلى الإنسان أنه يتفطن لها. وهناك أشياء ربما يكون فيها حالة من الأزمة، سواء كانت أزمة محلية أو أزمة خاصة. يعني أحيانا لما نعبر بالأزمة قد تكون هذه أزمة شخصية، تقول فلان عنده أزمة نفسية. قد تكون هذه أزمة صحية، يعني أزمة قلبية مثلا أصابت هذا الإنسان وضربت. قد تكون أزمة اقتصادية كما يعبرون، أزمة عالمية. وغالب الأزمات الكبرى اليوم هي أزمات عالمية، يعني ليست مرتبطة ببلد خاص. يعني تجد أن الأزمة الاقتصادية قد تبدأ من أمريكا مثلا أو من أوروبا، ثم تمتد إلى معظم أو كل بلاد العالم، لأن النظام الاقتصادي مترابط. نعم، في العولمة. وكذلك بعض أو كثير من الأزمات الصحية العامة، لما نتكلم عن وباء من الأوبئة، قد يبدأ في بلد معين ثم يصبح وباء يهدد العالم كله، بما في ذلك مثلا الإيدز أو غيرها من الأمراض العالمية المعولمة. الجريمة نفسها أصبحت معولمة في أدواتها وفي تقنياتها. إذن هناك أزمات خاصة، وهناك أزمات عامة، وهناك أزمات أفراد، وهناك أزمات دول، وهناك أزمات عالمية. والتأزيم، طيب اللي أنت تحدثت عنه، أنه هناك فرق بين الأزمة والتأزيم. التأزيم هو في نظري إما تضخيم الأزمة من جهة، وغالبا ما يكون منطلقا من كون الإنسان نفسه مأزوما. يعني في شيء اللي يسمونه زاوية النظر. أنا مرة قريت يعني هذا المثل، يقول لك مثلا لما يكون في مظاهرة في ميدان التحرير في مصر، هذه المظاهرة كل أحد ينظر إليها من زاويته الخاصة. السياسي ينظر إليها من زاوية هل هذه المظاهرة في صالحه، أنها ممكن تسقط حكومة وتأتي بحكومة جديدة مثلا أم لا. والتاجر ينظر إليها من جهة أن هل هذه الأزمة ستنفعه، ممكن يبيع موية ولا يبيع مثلا عصيرات ولا أشياء، أم أنها ستضره لأن المحلات سوف تغلق. وربما شاب ينظر إلى هذه الأزمة وهو ينظر إلى بعض الوجوه المشاركة في المظاهرة هذه على حسب الزاوية. ربما بنت تنظر إلى المظاهرة وهي تتأمل في ملابس النساء المشاركات مثلا، وربما شخص ينظر إليها من الجهة التي تهمه. إذن هناك في داخل ضمير الإنسان شيء معين يتحرك مع الأزمة، يعبر عن زاوية. فقد تكون هذه القضية قضية تهم الجميع، لكن كل من زاويته الخاصة. هذا ينظر إليها من زاوية شرعية، وهذا ينظر إليها من زاوية سياسية، وهذا ينظر إليها من زاوية اقتصادية. وأيضا من جهة أخرى
هناك من ينظر إلى الأزمة على أنها شيء عابر، وأنه الحياة ماشية والناس بخير والأمور طيبة والناس تأكل وتشرب وتنام وتصلي وتذكر الله سبحانه وتعالى وتمارس أعمالها بشكل يعني الأزمة ليست هي الأصل. أن الأزمة نعم الأزمة يعني ينبغي أن تكون جانبية، لا نحول الأزمة إلى أن نصدر الأزمة بمعنى أن نعطيها الصدارة يعني. لكن المفهوم المأزوم أنا أريد أن أتوقف عنده، هل هو سببه أنه حالة من حالات الإدمان على الأزمة، ولا هي أزمة وعي، ولا هي أزمة نفسية؟ هذا المأزوم الذي دائما تسيطر عليه الأزمة، هو هذا إدمان يسمونه إدمان الأزمات، حتى علماء الإدارة يشيرون إلى إدمان الأزمات، بمعنى أنه أحيانا غياب المشاريع البنائية هو عادة لما يكون عند الإنسان مشاريع بناء، هذه المشاريع تستفز طاقاته، فتجد هذا الإنسان مشغولا بإنجاز معين، ببناء، بتجارة، بمشروع دعوي، بمشروع علمي، تأليف كتاب مثلا، بناء مواقع، بناء مجالات، فرص إلى آخره، عنده مشاريع بناء كثيرة، فتجد هذا الإنسان ينظر إلى الأزمة فقط بقدر تأثيرها على مشاريعه. لكن هناك أناس ربما ما يكون عندهم هذه المشاريع، أو تكون مشاريع البناء فشلت، أو يكون هناك نوع من محدودية الفرص التي يستطيعون أن يعملوا من خلالها. فهؤلاء الناس عادة ما يكونون، أنا أمثلهم أحيانا بمثل مجموعة كبيرة من العمال ما عندهم شغل، هذا تراه مثلا في مكة، في الرياض، في بريدة، في أماكن عديدة، تجد في الصباح مجموعة كبيرة من العملاء جالسين، معهم أحيانا مساحي أو عتال أو فؤوس أو أي أدوات، ممكن تكون أدوات لطيفة أحيانا، ليست كلها بذلك. فهؤلاء الناس ينتظرون واحد يعني يكون عنده حاجة إلى عمل مؤقت وعمل عابر، فتجد هؤلاء الناس لو أتيتهم قلتهم البيت هذا يهدمونه خلال 24 ساعة، يجعلونه لك قاعا صفصفا لا ترى فيه عودا ولا أمتا، ولكن عملية هذه العملية عملية مؤقتة وعابرة. فنعتقد أنه يعني غياب المشروع البنائي يجعل الإنسان يعيش في وسط أزمة، أو لا يجد ذاته ويحقق ذاته، ولا من خلال أزمة أو افتعال أزمة، هذا جانب غياب مشروع البناء. الأمر الثاني إدمان الأزمة، بمعنى أن الإنسان يشعر من خلال الأزمة أنه يفعل شيئا، لأنه مثلا لما تكون قضية يشعر الإنسان بأنه يركض ويتصل ويكلم ويكتب ويقول ويتحدث ويخطب ويشارك، فهذا يجعل الإنسان يحس بأنه يعمل، وهذه نقطة ترى في غاية الأهمية. الإنسان خلق بطبيعته فعالا، يعني يحب أن يعمل، لم يخلق الإنسان ليقعد. إحنا نعلم الطفل الصغير أن يتكلم من أجل أن يتحدث، نعلمه المشي من أجل أن يضرب في أرض الله، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، نعلم الإنسان في المدرسة حتى يتخرج وهو لديه قدرات وإمكانيات. ولذلك المجتمعات وحتى الدول ليست مهمتها هي منع الناس من الفعل، وإنما مهمتها هي تنظيم فعل الناس. ولهذا مثلا لما تأتي إلى مؤسسات ما يسمى مؤسسات المجتمع المدني، هذه المؤسسات مهمتها أنها تربي الناس على العمل والعمل الجماعي، عمل الفريق، بحيث أن كل إنسان في المجتمع يجد أمامه فرصة معينة يحاولها وينجح فيها، وهذه الفرصة قد تكون فرصة شخصية، يعني فرصة وظيفة أو دراسة أو مقعد، حتى لو كانت فرصة على الصعيد الشخصي، فرصة بناء مسكن، فرصة زواج، هذا جزء مما تعبد الناس به. ولذلك أنا أقول في الأزمات يبدو لي أن ما أسميهم بالسواد الأعظم أحيانا أسعد بالتوفيق من غيرهم، عامة الناس، بسطاء الناس، جمهور الناس. ليش؟ لأنهم ما يتعاطون مع الأزمة بشكل مسرف، هم طبعا يعيشون الأزمة أو يراقبونها، لكن تجد أنهم بطبيعتهم لا ينغمسون فيها انغماسا كبيرا، تجدهم مشغولين بأعمالهم، فتصير زاوية النظر للأزمة متوازنة، يعني بظروفهم، بأسرهم، فتجد زاوية النظر عندهم متوازية، ولذلك يتأثر أحيانا وقد يتحدث وقد بس ما تصير هي قضيته، لكن لا، هذه الأزمة لا تسيطر عليه إلا بقدر ما يتأثر أحيانا لا بمشاهدة مأزومين. يعني لما يفتح مثلا الشاشة ويجد أن هناك مثلا مذيع أو متحدث أو ضيف يعني منفعل، ربما يتأثر به أو يقول والله يمكن هذا عنده ما ليس عندي، لكن يبقى أن عامة الناس، ولذلك حديث السواد الأعظم وإن كان فيه ضعف، لكن جمهور العلماء تلقوه بالقبول، وهناك نصوص كثيرة جدا تشهد لمعناه، أن جمهور الناس وسواد الناس في الغالب أنهم أكثر سلاسة وسلامة
وطواعية أحيانا من الإنسان الذي ينغمس في الأزمة وتجد أنه يتفاعل معها بشكل مبالغ فيه يعني. لكن كيف نحول هذه الأزمات إلى مصادر ملهمة للحلول، مصادر ملهمة للتطوير، للتفكير الإيجابي، بدل من الزاوية السلبية للأزمة؟ هو جزء من سنة الله تعالى في الأزمة. الله تعالى خلق الأزمة وبزائها خلق الحياة. نعم. يعني كما قال سبحانه: خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الرسل عليهم الصلاة والسلام يعني عاشوا هذه التجارب كلها ونقلوا لنا الصيغة التي يجب أن تحدث. يعني بالنسبة لنوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. هل كان نوح يعيش أزمة من خلال يعني التكذيب والسب والشتم الذي تلقاه؟ أبدا. الله سبحانه وتعالى نقل عنا لنا الكلام الذي كان نوح عليه الصلاة والسلام يخاطب به قومه: يا قوم استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. يعني يرغبهم في الشيء الذي هم يحبونه ويعيشونه ويرغبون فيه: ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. هنا سؤال: نوح ماذا سمع من قومه؟ هو سمع كلام بسيط ولا كلام عادي؟ لا، سمع أخطر ما يمكن أن يسمع من الكلام والتجديف والكفر والتكذيب والسخرية بالله وبرسله وآياته، ولا لا؟ نعم. وآخر هذا أول الرسل عليهم الصلاة، وآخر الرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أيضا عاش أزمات شديدة في مكة، السرية والتكذيب، ومع ذلك يعني نزل عليه في مكة قوله تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. يعني لما تتأمل هذه الآية: وللآخرة خير لك من الأولى، معناه أن الأولى خير لك يعني، لكن الآخرة أحسن أيضا. نعم. وأعظم. ألم نشرح لك صدرك، هذه سورة مكية، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول: العبادة في الهرج كهجرة إلي. يعني هذه السكينة، يعني في القرآن الكريم لفظ السكينة: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. كان في أزمات الشدة والمعارك هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. ليس السكينة هنا معناها كما يعبر الناس أحيانا: والله هذا استرخاء أو لا مبالاة مثلا أو قلة اهتمام، وأنه والله علامة التقوى وعلامة الغيرة هو الانفعال والغضب. لا، الله سبحانه وتعالى قال: أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. كانت السكينة هي علامة الإيمان الحقيقي، إن الإنسان لا يستفز يعني. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. يعني أنا أذكر من القصص على سبيل المثال مشهورة في السيرة أنه الرسول عليه الصلاة والسلام سابق عائشة مرة فسبقها، ثم سابقها في المرة الأخرى فسبقت يعني، أو العكس. يعني هذا متى كان؟ ما كان في نزهة خلوية، كان هذا وهم ذاهبون إلى غزو في الحرب. إيه، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يجد وقتا أن يساير امرأته زوجته ويتحدث إليها ويداعبها ويضاحكها ويدخل معها في سباق، والصحابة يشهدون ذلك وينقلونه. إذن الإنسان المأزوم أحيانا لا يشاهد هذه الأزمة بالصورة الهادئة التي تمكنه من قراءة حتى الوجه الإيجابي في حكمة الله، لأن الأزمة هنا حكمة. حتى يعني انتصار الكفر على الإيمان هو لحكمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فالحكمة هنا تبرز من خلال الهدوء الذي يتسم به الإنسان، وعدم قبول الإنسان إلى أن تتحول الأزمة من أزمة مثلا محلية أو أزمة جزئية إلى أن تكون أزمة في داخل نفسه يعني، فتحرمه من مشاهدة الواقع، وبالتالي تحرمه من مشاهدة الحلول الإيجابية أو الجوانب الإيجابية في حكمة الله تعالى. الخلافات اللي تحدث، يعني الاختلاف في وجهة النظر أحيانا، وهذا اتهام مباشر للأطياف الإسلاميين تحديدا، أنه هي مسألة خلافية قابلة للاجتهاد، وفيه كما تقولون يعني الخلاف الأمر في سعة، لكن نجد أنه هذا الاختلاف في وجهات النظر يتحول إلى معارك وصدامات طاحنة وحشد للأنصار ومعركة لإثبات الوجود وللاستقواء بالقوي، ثم أنتم تخلقون أزمة لأنفسكم ولمن يتبعكم ويتأثر بها المجتمع الذي يراقبكم. هذا قد يكون جزء كبير منه صحيح. يعني لو نظرنا إلى الخلاف، يعني الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل كثيرة، بما في ذلك مسائل منصوصة في القرآن الكريم، واختلف فيها الصحابة إما بسبب الفهم
فهم كل واحد منهم زاوية النظر، أو بسبب عدم بلوغ النص له، أو بسبب يعني اعتقادي أن النص منسوخ، أو أنه يعني يقدم خاص على عام، أو لاجتهاد من الاجتهادات التي قررها أهل العلم كما في كتاب رفع الملام عن الأئمة الإعلام للإمام ابن تيمية. فالصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مثل هذه المسائل، واختلفوا في القضايا الاجتهادية بما في ذلك مسائل السياسة الشرعية وقضايا الحكم اختلافا كبيرا. وكان أول خلاف حصل بين الصحابة هو في سقيفة بني ساعدة في قضية خطيرة، قضية الخلافة، ومعروفة، وانتهى الأمر إلى اختيار أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. بعد عصر الصحابة جاء عصر السلف الذي شهد ميلاد المذاهب الأربعة المشهورة، وأنا كتبت كتاب مع الأئمة الأربعة وأبرز في هذا الجانب. طيب الأئمة الأربعة اختلفوا في ماذا؟ اختلفوا في قضايا غالبها أو جزء كبير منها منصوص إما في القرآن أو في السنة، ووجدت ما يمكن نعبر عنه بأنها أحزاب فقهية، فقهي مالكي وحنبلي وشافعي وحنفي، فضلا عن فقهاء المدينة السبعة، فضلا عن غيرها الأوزاعي في الشام والمذهب الظاهري، وحدث ولا حرج عنه. هذا الاختلاف القائم ربما الناس لم يتقبلوا أول الأمر، وذلك الإمام أحمد كان يقول لم نزل نلعن، هكذا يقول، أهل الرأي ويلعنوننا حتى جاء الشافعي فأصلح بيننا. والإمام أحمد كان يعجب بالشافعي ويثني عليه ويدعو له ويأمر بقراءة كتاب الرسالة، وخاصة الذي كتب في مصر هنا. لماذا؟ لأن الشافعي استطاع أن يهدئ وتيرة الخلاف الذي ربما الناس لم يعهدوه، وتحول إلى مدارس وإلى برنامج لمدرسة شافعية وحنبلية ومالكية وحنفية، لم يكن هذا معهودا، ولذلك وجد من يقول أن هذه بدعة. لكن جمهور أمة الإسلام تبعت هذه المذاهب الأربعة وقالت بها، ولا يكاد يوجد اليوم من يضلل أو يتهم أحد من الأئمة من هؤلاء الأئمة إلا وهم أئمة هدى وإيمان يعني. طيب غاب الشافعي اليوم؟ أي الظاهر أنه غاب رحمة الله عليه يعني، لكن إن شاء الله علمه ما يغيب، لأنه نحن نحتاج إلى شافعي في هالوقت. يعني نجد أنه الخلاف الذي تتكلم عنه يصدر أزمات، ليس يصدر يعني تراث ثقافي يمكن وفكري. يمكن أقول أحيانا أنه بعض المسائل التي يقع فيها خلاف قد لا تكون مسألة منصوصة، لو تبحث فيه نص ما فيه نص في الشريعة، قد تكون مسألة خلافية، نحن نعرف أن الصحابة اختلفوا فيها والسلف اختلفوا فيها، بل أذهب أكثر من ذلك، في أمثلة للخلاف ذكرها الشافعي أنا لا أجرؤ أني أطرحها بين يديك الآن. ليش؟ لأنه لو طرحتها صار لها صدى سلبي، بينما الشافعي رحمه الله في وقته كان يتحدث عنها أنها من الخلاف السائغ. فهنا ترجع إلى أنه ما في شك أنه الزمان له تأثير في تضخيم بعض المسائل أو تحجيمها، وله تأثير أيضا في استقرار بعض المسائل. هذا دعنا نؤكد أنه حتى من الناحية الفقهية في بعض المسائل ربما استقرت، لكن يظل أنه في مقابل هذا الخلاف في جانب آخر وهو جانب الأخلاق. طيب هذه مسألة مهمة جدا، يعني أخلاقيات الأزمة، نجد أن أخلاقنا في شكل معين، لما تأتي الأزمات نشوف أنه في أخلاقيات تحضر وهناك أخلاقيات تغيب. طبعا أخلاق مثل أخلاقيات الخلاف من أهمها، وفي الأزمة أيضا أخلاقيات الأزمة. الأزمة عندك مثل قضية الأخوة الدينية، هذا في الخلاف وفي الأزمة قضية أهمية وجود أخلاق إسلامية والحفاظ على حق المسلم. خطيبنا اليوم يتكلم عن حديث البراء، حق المسلم على المسلم، ومنها مسألة نصرة المظلوم ورد السلام وتشمية العاطس وإبرار المقسم واتباع الجنائز وعيادة المريض. طب أخوك المسلم الآن تعطيه كف، وأنت البارح أنت وياه قالتين على العشاء مثلا، ولا أنت وياه الحين كل واحد ماسك شوشة الثاني، وبكرة أنتم تتلاقون في مسجد مثلا أو في مناسبة، يعني أين المروءة والأخلاق والاعتبارات يعني؟ طبعا فيما يتعلق بالأزمة في أخلاق معروفة أن أخلاق الأزمة مثل عملية الحلم، يعني أن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة. كان العلماء يتحدثون عن الحلم عند الغضب وعند الانفعال وعند الأزمات، أن يكون عند الإنسان حلم. عملية الصبر أيضا، أن الإنسان لا يستفز أو ينفعل أو يتعدى الحدود، لأن الأزمة بطبيعتها عابرة، تقيم يوما أو أسبوعا أو شهرا أو سنة ثم تنجلي. فهنا الناس بعدما تنجلي الأزمة يرجعون يفتشون في الأوراق، ماذا عملت وماذا قلت، وفي أشياء ربما تكون مسجلة ومدونة ومحفوظة على هذا الإنسان. فعلى الإنسان هنا أنه يرجع ليراقب نفسه بحيث يكون في الأزمة القادمة أكثر نضجا
وأكثر بعدا على الانفعال والاندفاع وأكثر قوة. وش أسوأ الأخلاق اللي تحضر في أيام الأزمات؟ طبعا من أسوأ الأخلاق قضية نشر الشائعات ومقابلها التثبت، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، لأن الأزمة تورث غضبا، وأيضا الغضب من أخلاق الأزمة، الغضب المذموم الذي يسيطر على الإنسان، ولا يملك الإنسان أن يلجم نفسه عند الغضب فلا يصبح شديدا كما عبر الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا غضب الإنسان حالة الغضب تكسف العقل، ويصبح الإنسان في الغالب عنده ميل إلا أن يصدق أشياء لأنها توافق ما يريد، ويكذب أشياء لأنها ما تنسجم مع الشيء الذي استقر في ذهنه، فيترتب على ذلك حالة من الغضب، يترتب على حالة من نشر الشائعات ونقلها دون بصيرة أو تثبت، يترتب عليها نوع من التحشيد أحيانا، بمعنى أنه أنا ممكن أتعزز أو أستنصر بإنسان قد لا يكون هذا الإنسان صاحب خلق، يمكن يكون إنسان من المستوى الأخلاقي ومستوى اللغة التي يستخدمها والأسلوب الذي يتحدث عنه غير مناسب لي ولا أرضاه، لكنني وأنا في أزمة وهذا الإنسان صاف معي لا أستطيع أن أتخلى عنه. ولهذا أنا مرة قلت يعني سابقا أنه لا يستطيع أن يتخلى عن مثل هؤلاء في وقت الأزمة إلا الصديقون، الذي يعني ممكن أنه يقبل على ربعه ويقول لا ترى أنت فعلك ما أرضاه، ترى قولك ما أرضاه، وهو في الوقت هذا ينصره ويعززه. الإنسان غالب الناس حتى لو ما رضي هذا يقول أنتظر حتى إذا هدأت الأمور فيما بعد أنا ممكن أنبه هذا على خطأ، وبعضهم قد يلتمس له العذر ويرى أنه يعني معذور بنيته، مع أن النيات عند الله سبحانه وتعالى، لا أحد يستطيع أن يحكم على نية أحد بأنها نية حسنة أو غير ذلك. أحيانا الأزمة توجد بسبب اضطراب في علاقة الحاكم والمحكوم أو في فهم العلاقة بين الحاكم والمحكوم. دائما إذا جت الأزمات هذا الملف يظهر على السطح وتكون هناك أزمة مفتعلة أو أزمة حقيقية. هو يعني يمكن الاضطراب في مكونات المجتمع، أي مجتمع إذا كان هناك الحديث عن أزمة خاصة مكونات المجتمع، كل مجتمع أيا كان يعني عربي أو إسلامي أو غربي تجد هناك الحاكم والمحكوم، هذه يعني ثنائية، لكن أيضا داخل الشعب نفسه هناك تيارات وهناك مذاهب وهناك جماعات وهناك أحزاب وهناك فرق وهناك طوائف وهناك مناطق أيضا، وكل هذه الأشياء أحيانا تفعل فعلها في وقت الأزمة. ممكن تكون الأزمة أحيانا أزمة تخص طائفة بعينها، أو تكون الأزمة تخص منطقة من المناطق دون سواها، أو تكون الأزمة بين فئة وفئة. الآن مثلا ربما نحن نشاهد ما يحدث بين في المصريين، أخواننا المصريين وأخواننا في السعودية هنا، هذه سوف أتيها بعد قليل. على سبيل المثال المهم أنه في كثير من الأزمات تجعل أن الناس يعني يحتشدون أو يتجمهرون حول قضية معينة. لا، لكن في أزمات تتجدد دائما زي الأزمات الطائفية زي السنة والشيعة، كل هذه أزمة يعني ليست مثلا، هذه أزمة مزمنة صح التعبير، وتستدعى في حالات وترخى في حالات معينة. هو أنا أعتقد أنه يعني إذا تحدثنا عن مكونات المجتمعات، غياب الفهم وغياب الحوار بين هذه المكونات هو يصنع الأزمة حتى داخل النسق الواحد. أنت إذا يعني هناك انفصال بين مكونات المجتمع. في انفصال، نعم في انفصال، وقابلية للانفصال أحيانا ربما يكون هناك شيء واحد يشد هؤلاء الناس جميعا، خلينا نقول مثلا السلطة. لكن السؤال، السلطة في حالات كثيرة قد تضعف كما رأينا في ليبيا على سبيل المثال، أو رأينا في مصر، أو رأينا في تونس، قد تحدث تحولات تجعل أن هذا الرابط يضعف أو يزول أحيانا، ومن هنا تبدأ مكونات المجتمع تنهض وربما تتحول إلى نوع من الاستعداد للتصادم، حتى الصدام المادي في بعض الحالات. فأنا أقول أن غياب الحوار بين مكونات المجتمع أيا كانت هذه المكونات، غياب الحوار بين الحاكم والمحكوم يوجد قدرا كبيرا جدا من سوء الفهم وسوء التقدير وسوء النظر والاتهام المتبادل، أنه أنت ماذا تريد وأنت ماذا تريد، وربما تكون هذه فرصة لنشر الشائعات. غياب الحوار بين مكونات المجتمع، أنا أتحدث هنا عن أنه إدمان الأزمة لا يقتصر فقط على صراع بين منطقة ومنطقة أو طائفة وطائفة، لا، هو يمتد أحيانا ليكون حالة توالد، أحيانا يكون أزمة الإنسان حتى مع نفسه. يعني أنا أذكر واحد كان مبتلى بالتكفير، يكفر البعيد ثم أصبح يكفر القريب، وآل به الأمر إلى أن يكفر نفسه ثم يعلن توبته. يعني
فالأزمة ربما تتطور حتى تصنع مشكلة مع نفسك يعني فضلا عن البعيد. أحيانا العالم يكون الناس في أزمة تنتظر هذا العالم أنه يظهر، أحيانا تنتظر يظهر ما يظهر، أحيانا تنتظر أنه يكون موقف قوي فيظهر بموقف ضعيف، أحيانا يراعي مصالحه الشخصية على حساب مصالح الأمة، أحيانا يكون مع الجماهير ضد الموقف يعني دائما الأزمة الناس تنتظر إلى العالم وإلى دور العالم، ثم تفاجأ في حالات كثيرة أنه العالم والله ليس بدرجة الموقف. هو يعني هذا ممكن أن يحدث أولا، يعني العالم حين تتحدث عن العالم أي عالم تعني؟ هل تعني عالما رسميا أو تعني عالما مستقلا أو تعني عالما؟ لأن هناك الفقيه وهناك المفكر أيضا. الفقيه هو الذي يعرف النصوص الشرعية أكثر مما يعرف الواقع، المفكر يعرف الواقع أكثر مما يعرف النصوص الشرعية. نحن نحتاج الفقيه ونحتاج المفكر معا، وهذا جانب. الجانب الآخر أنه في حالات معينة ربما الناس ينتظرون من العالم أو الفقيه أن يقول ما في نفوسهم، وهذا حقيقة في نظري أنه في نظر، لأن العالم أو الفقيه ينبغي أن يكون عنده لا أقول استقلالية أو حيادية لأن هذا محال، إنما أن يكون عنده قدر من الاستقلالية والحيادية بحيث يحاول أن يراعي الناس وماذا قدر ما يتحملون، ولكن في الوقت ذاته يتفطن أن لا يشكل الناس سيطرة على نفسه بحيث يكون ناطقا بما يريدون. يعني العالم ربما يخضع لسلطان جائر كما يقول البعض، وربما يخضع لشاب ثائر أيضا كما يقول البعض الآخر. والواقع أن العالم يجب أن يراعي الدرجة الأولى ضميره وما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ثم إذا كان عنده قناعة بموضوع معين يتدرب ويتأمل كيف يمكن أن يقدمه للناس بالشكل الذي يعني يجعله مقبولا أو على أقل تقدير يكون بأقل قدر من الخسائر. زد على ذلك أنه يجب أن ندرك على ضوء سؤالك أنه حتى الجمهور الذي يتلقى من العالم هو في الواقع جمهور يعني متنوع جدا، يعني ليس ينتظر من العالم شيئا معينا، وهذا شيء أنا جربته بنفسي. يعني مثلا ممكن لما نتحدث عن الثورة في ليبيا خلنا نقول مثلا، كنت تتحدث مثلا يأتيني ناس كثيرون ويقولون تحدث وقل وإلى آخره، فإذا تحدثت وجدت طرفا آخر يخالفك ويقول لماذا تقول هذا الكلام، يريد أن تقول باتجاه آخر لأن هناك آراء شتى. ولذلك الإنسان لما يكون يتحدث وعنده قناعة بأن ما يقوله هو 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 صوت ضميره، أنا لا أقول أنه حق لأنه ممكن يكتشف أن ما قاله فيه بعض الحق وبعض الخطأ يعني، أو أنه متقدم في الوقت أو متأخر، يعني هذا شيء عادي يعني. لكن لما تكون تتحدث وأن تشعر بأنك تقول صوت ضميرك لن تقلق بوجود موافق أو مخالف. يعني الإعلام، يعني خليني أكون شفاف مع نفسي، هل الإعلام سواء مقروء ولا مسموع أو إلى آخره، يعني هو فعلا يقوم بدور إيجابي نحو مثل برنامجنا هذا، يكون دور إيجابي ضد الأزمات أو لا هو يقتات على الأزمات ويصعد الأزمات وكل ما يتدخل يكون تدخله سلبي؟ هو الإعلام اليوم عم نتكلم عن الإعلام المشاهد أو تكلم عن الإعلام الجديد مثلا في تويتر أو فيسبوك، وهي ربما أصبحت سرقت أضواء كثير من الإعلام المشاهد أو الإعلام المقروء في الصحف الورقية. الإعلام يعني يفترض أن يكون مرشدا، لكن لاحظ أنه الإعلام الجديد أصبح هو صوت الناس، وأنا في نظري إن هذا جانب إيجابي، لأنه إذا ظهر صوت الناس يصبح صوتي وصوتك يأخذ حجمه الطبيعي، بدلا من أن يكون كأنه ما في استئثار في الإعلام، كأنه هو الفاعل الأكبر، بحيث أنه بعض الناس ربما يلغي دوره هو ويلقي بالتبعة عليك، إن تشدد قال بسببك، وإن يعني تحلل قال بسببك، وكأنه هو يعني مفعول فيه ليس فاعلا ليس مكلفا يعني. فهنا الإعلام الجديد يعطي للمشاهد العادي بدلا من أن يكون متلقيا يجعله فاعلا ومؤثرا ويعطيه صوتا، هذا جانب مهم، بمعنى أنه عملية الترميز أو الرمزية وإن كانت موجودة لكنها أخذت حجمها الطبيعي. يبقى أنه أحيانا في أحيان كثيرة الإعلام، بل دعني أقول لك أنه فيما عدا الحالة التويترية إلى حد ما الإعلام ليس محايدا في كل الأحوال، لأن الإعلام اتخذ موقفا مع أو ضد، وبناء على هذا الموقف هو يقدم ما لديه. فإذا كان إعلاما رسميا مثلا سيكون في الغالب أن هذا الإعلام يكتفي بالمديح والثناء والإفراط في الإشادة بالنجاحات والتقارير الإيجابية، وسيكون هذا الإعلام مقتضبا أو صامتا حيال الأزمات، وهذه نقطة من أخطر
موضوع الأخلاق اللي تكلمنا عنها قبل قليل، إنه العالم الغربي مثلا أو الكيان الصهيوني عندهم أزمات ضخمة، لكن مقابل هذه الأزمات الضخمة والتي هي غالبا ناتجة عن فائض القوة، يعني القوة والقدرة والإمكانية والثروة عندهم، إلا أن عندهم قدر من الشفافية والوضوح، بحيث أن الأزمة اللي حصلت صباح هذا اليوم، افرض أن عملية مثلا مظاهرات في الشارع أو عملية سرقات، في المساء تجد الكل يتحدث عنها ويتحدث عنها بكل شفافية ووضوح، ولا أحد يقول لماذا قلت أو لماذا لم تقل أو يملي عليه ما يجب أن يقوله. بينما في عالمنا العربي والإسلامي لا زالت هذه القضية فيها نظر كبير جدا، بحيث أنه مهما وجدت الأزمات المطلوب أن لا يتم الحديث عنها، وكأن الحديث عن الأزمة هو الخطأ وليس وجود الأزمة، بينما يبدو لي أن الحديث عن الأزمة حتى لو لم يكن حلولا هو يخفف هذه الأزمات، تنفيس يعني، تنفيس يحدث تنفيسا. المثقف عندنا يعني الكثير يقولون أنه الدور الذي يقوم به المثقف هو البحث عن دور، يعني هو لا يقوم بدور حقيقي يعني إثارة المجتمع وإثارة الأزمات تحديدا. أيضا المثقفون فئات كثيرة جدا، وحتى أصبح الإنسان يتساءل هل يوجد شيء يمكن تسميته بالمثقف، يعني هناك مثقفون لا تملك إلا أن تحترمهم لأنك تحس أنهم ناس شفافون وواضحون مع أنفسهم ومع الآخرين بغض النظر عن اتجاه الريح، يعني عنده مبدأ، هذا شيء يستحق الإشادة والاحترام. الأحداث التي حصلت بما فيها أحداث الربيع العربي كانت اختباراً شديداً لكثير من المثقفين الذين يعني أصبحوا يتساءلون عن إما أن يبحثوا عن دور لهم أو يتساءلون عن المصلحة التي تقتضي أن يكونوا في هذا الفصيل أو ذاك. أنا قد أعذر مثقفاً أنه يسكت، لأن السكوت موقف إيجابي، السكوت أحيانا نبل أخلاقي، ربما أنا أسكت وأنا أعترف بأنني جبان أو أعترف بأنني لا أريد أن أقدم يعني تضحية معينة، لا أريد أن أخسر شيئا، أو أسكت لأنه لم يتضح لي الموقف جليا، فهنا الصمت، وطبعا في نصوص كثيرة جدا في الثناء على الصمت ومدحه يعني، لكن أن يكون الإنسان يعني مستعد أن يقدم قربانا ويتخلى عن القيم أو المبادئ، أعتقد أن هذا لا يليق بالمثقف. في أغلب الأزمات خاصة في وسطنا المحلي دائما إذا جاءت أزمة يكون اسم الشيخ سلمان العودة اسم حاضر في الأزمة، البعض يقول أنه هو جزء من الحل، والبعض الآخر يقول أنه هو جزء من الأزمة، وأحيانا يقول أنه خلق الأزمة. أريد أن أسألك عن هذا السؤال ولكن بعد هذا الفاصل القصير. حياكم الله من جديد مع ضيفي الشيخ الدكتور سلمان العودة. سألتك قبل الفاصل أنه دائما في أزماتنا المحلية يكون اسم الشيخ حاضرا بقوة، وهناك أحيانا تغيب كفتي الميزان، بعضهم يعني نحس أنه هناك حملات لإسقاط الشيخ سلمان العودة، والبعض لا، هي حملات لتبجيل سلمان العودة وأنه مستعصي على الخطأ. لكن دائما إذا أتت في أزمة الخليج، في أحداث الإرهاب، في سبتمبر، في الأيام بالربيع العربي، دائما اسم سلمان العودة هو، هل هو مصدر أزمة؟ أول شيء أنا ما أنسى، ترى بنطلع والفكرة الأساسية الجوهرية ما وصلت المستمع بشكل جيد، وهي فكرة أنه علينا ألا ننظر إلى الحياة على أنها أزمة. الحياة النهار متدفق متعة وكل واشرب والبس وتصدق في غير إسراف ولا مخيلة، ونم قرير العين وترى الأمور بخير وترى الناس طيبين والحياة ماشية بك وبدونك، والأزمة هذه عابرة، والناس بلعوا أزمات ضخمة جدا، الحرب العالمية الأولى والثانية وأحداث العراق وأفغانستان وفلسطين ومصر والربيع العربي، وبيجي كثرة 10 مرات ومع ذلك تظل الأمور جيدة. أقرأ الخارطة قراءة شمولية ولا الناس بخير، أهم شيء ألا تتحول أنت إلى شخص مأزوم، حتى لو صارت الأمور بخير فهو قلق لأنه ينتظر متى تجي الأزمة الجديدة، يعني هذه رسالة مهمة جدا أن نخرج بها. أما ما يتعلق بسؤالك، الحقيقة أنا يعني قد أجد حرج أني أتحدث عن شخصي الضعيف، وأعتقد أنه هذا أصبح حديث الناس، يعني خاصة مع وجود التويتر وفيسبوك والإعلام الجديد أعطى للناس صوتهم، فأظن والله أعلم
أنه كل شخص له قدر من الحضور، يعني يؤلف كتبا ويلقي محاضرات ويتكلم، وخاصة في مجتمعنا لأنه ترى الفرص محدودة، يصبح مجالا للحديث، وأي أمر يتعلق به يصبح يعني بحاجة إلى تركيز عليه، بمعنى أنه مثلا هذا الكأس من الماء ليس له قيمة، لكن إذا أصبح هذا الكأس مرتبطا بفلان أو فلان أو فلان، يكون مثلا داعية أو مثلا شخص معروف إعلامي أو رياضي قل مثلا، أو حتى لو كان شخص سياسي، المهم أن هذا الشخص له حضور واسمه يتردد، بمعنى أنه ليس القصة أنها عابرة. قد تجد مثلا أحيانا مشكلة تحصل لسين من الناس، شخص غير معروف يتحدث الناس عنها ثم ينسونه حتى لا يعرفون عنه شيئا قط، لكن إذا كانت متصلة بشخص يعرفونه فهذا مدعاة لأن تصبح قضية فيها جانب إثارة. ولذلك أحيانا ربما يكون إقحام بعض الأسماء في شيء معين هو لغرض الإثارة، لأنه لو خلى هذا الموضوع من هذا الشخص لم يعد في شيء يلفت الأنظار. لكن وأنت يعني أنت الإثارة دائما مرتبطة بالشخص المال يعني؟ لا ما مرتبطة بالكثيرين، يعني عند يعني لما تقرأ يعني هذا جزء من أحيانا من السلوان، أنه ادخل لن تجد أحدا إلا أن وجدت سياسيا معروفا أو وجدت تاجرا أو وجدت داعية أو رياضيا، المهم الأشخاص الذين لهم حضور وأسماءهم تتردد تلقاهم الله يعينه، إما هشتقون الصباح ولا في المساء، وأيضا هم يحصلون على، أنت قلت يعني قبل شوي، يحصلون على مديح ويحصلون على ذم، فهذه بتلك يعني كما قال أحدهم، قال مدحنا مدحا لا تحلو به النجوم وذممنا ذما لا تربض عليه الكلاب، يعني فهذا من العدل الإلهي أحيانا، أنه حتى في الدنيا الإنسان يجد مديحا ربما لو اقتصر عليه أطربه ذلك وخدعه عن نفسه حتى يشعر بأبها وخيلاء، فإذا جاءه الذم جعله يتواضع ويعرف قدر نفسه وربما يجعله أحيانا أقرب إلى الاعتدال والتوازن. نعم، أريد أن أنتقل معك إلى أبرز ما حفلت به الأيام السبعة الماضية، دعونا ننظر الأيام السبعة. الأيام السبعة، الملك يرفع 18 محافظة من فئة باء إلى فئة ألف. شفيق يعود لسباق الرئاسة المصرية. ليبيا تحظر تأسيس الأحزاب على أساس ديني أو عرقي. العنف مستمر في سوريا رغم الهدنة والمراقبين. هجليج تشعل الصراع بين السودان والجنوب. الاختراقات تصل إلى المواقع الإخبارية. الأيام السبعة. حياكم الله في الجزء الثاني من برنامجنا مع ضيفي الشيخ سلمان العودة. الأمر ملكي طبعا برف 46 محافظة ومركز إلى فئات أعلى خلال 3 سنوات، يعني بعضها 18 محافظة من فئة باء صارت فئة ألف، و28 مركز من فئة ألف إلى تحولت من مركز إلى فئة باء، محافظة إلى فئة باء. كيف تقرأ هذه الخطوة التنموية؟ هو ما في شك أنه يعني اللي يسمونه التنمية الشاملة، أنه كان هناك كثير من المناطق خاصة المناطق الأطراف، يعني مناطق الشمال مناطق الجنوب، يعني هذه كانت بحاجة إلى أن تدخل في عمق التنمية وأن تأخذ بنصيبها من الكعكة، خاصة في هذه الظروف التي فيها يعني وفر مادي، وأسهم النفط بلغت يعني أسعار النفط بلغت أوجها، وأصبح هناك يعني حالة من الطفرة، ما تدري لا تدري ما الذي يمكن أن يحدث بعد ذلك، فاستثمار هذا في وجود يعني شمول هذا جانب. في جانب آخر وهو ما يسمونه أيضا بالتنمية المستدامة، وهو طبعا ضمن التنمية الشاملة أن التنمية هنا يعني تشمل طبعا الطرق، تشمل المباني، تشمل المؤسسات الحكومية، لكنها تشمل بشكل أساسي وجوهري قضية التعليم، قضية الصحة، قضية حقوق الإنسان، قضية العنف داخل المجتمع، العنف الأسري وغيره. هذه العناوين يجب أن تكون بارزة جدا في موضوع التنمية. التنمية المستدامة التي تراعي أنه والله فيها الجيل الحاضر وفي أجيال قادمة ربما يعني ينضب النفط أو يضمحل وتأتي أجيال
جديدة تحتاج إلى أن نكون راعيناها، بمعنى صنعنا منتجات واستثمار اقتصادي للأجيال القادمة لأبنائنا وأحفادنا من بعدنا. 13 مرشح مصري يبدأون الركض في 30 أبريل الجاري لمدة 21 يوم. شفيق خلاص شفيق رجعوه. هل تشوف أنت شفيق يعني إرجاعه هو قرار سياسي ولا قرار قانوني؟ والله ما أدري صراحة، يعني في غموض يعني في الموقف المصري، ومن الحكمة والعدل أن أقول أنني لا أعرف تفاصيل يعني إبعاد مثلا حازم أبو إسماعيل وإبعاد خيرة الشاطر وعمر سليمان. عمر سليمان كان تساؤلا، ثم الآن إعادة شفيق، هل شفيق جاء كبديل عمر سليمان مثلا؟ لكن مع ذلك أقول يظل أنه الموقف في دائرة المقبول في نظري لحد الآن، بمعنى أن هناك الآن انتخابات وطمع أن تكون هذه الانتخابات نزيهة. ربما أنظر إلى مجيء شفيق على أنه في مقابل عمرو موسى، معناه أن الأصوات هنا ربما تتشتت ما بين شفيق وعمرو موسى، أصوات بعض التيارات التي ربما تميل إلى يعني ما يتعلق إن صح التعبير بقايا النظام السابق. لكن أيهم أفضل لمصر، أنه يحكمها إسلامي أو لا يفتح لكافة الأطياف ويكون على الطريقة التونسية أنه يحكمها شخص غير إسلامي بأنه الباقي للإسلاميين؟ الأفضل لمصر أن يحكمها الشخص الذي يختاره الشعب المصري. هذا جواب دبلوماسي؟ لا مو دبلوماسي، هذا الجواب الحقيقي. يعني أولا من نحن حتى نعطي مصر الأفضلية؟ هذا سؤال. نعم. الشيء الثاني أنه مدام مصر رضيت بصناديق الاقتراع، ها الحكم للصناديق أي الذي تخرج به صناديق الاقتراع هو الذي يجب أن يحكم مصر. أما لو تسألني أنا شخصيا من تتمنى، أنا أتمنى شخص مثل عبد المنعم أبو الفتوح، لأنه شخص إسلامي وفي الوقت ذاته هو شخص يعني عنده روح واقعية يعني وعنده توازن وفيه روح وطنية، فأعتقد أنه يعني طيب محمد مرسي والعوة أو محمد مرسي أو العوة لا يعني هو لك لكن موقف. محمد مرسي هو مرشح للأخوان طبعا. نعم. فلذلك أنا أقول أنه أعتقد أن أبو الفتوح ربما يكون شخص توافقي في المرحلة القادمة، بمعنى أن العدد من الأطراف حتى من يعني سواء مثل الأخوة السلفيين أو من بعض الوطنيين ربما يتقبلونه. فالحقيقة هي مرحلة خطيرة جدا في تاريخ مصر وحساسة، وإذا كان الناس على مستوى الوعي والإحساس بالمسؤولية فربما مصر تمر الآن بعنق الزجاجة من أجل الوصول إلى مصر الكرامة ومصر الحرية التي سوف نعتقد أنها سوف تقود العالم الإسلامي والعربي خاصة كله إلى يعني أنت تدعو الإسلاميين على التوافق على أبو الفتوح؟ لا ما أدعو على التوافق على أبو الفتوح، لأن مثل ما قلت كان يعني رحم الله امرأة عرف قدر نفسه، ولا أعتقد أني أهل أن أملي على الأخوة في مصر من يختارون، لكن أنا أقول لك أمنية شخصية يعني هذا رأي شخصي. طيب هل الإسلاميين مسوين تكتيك أنه مثلا ادخلوا بعدين نشوف حنا الأفضل في الدورة الثانية الإسلاميين كلهم سوف يقفون وراءه؟ لا أظن هذا، ولذلك الخشية أن أصوات الإسلاميين تتشتت. ولكن الذي يمكن أن يحدث هو أنه لو افترضنا مثلا الآن الإخوان المسلمون كجماعة لم يرشحوا أبو الفتوح لأنه خرج من عباءتهم، ولذلك عاقبوه بأنهم لن يصوتوا له. ففي حالة ما إذا أصبحت الدورة الثانية مثلا تحتوي على أبو الفتوح على سبيل المثال وعمر موسى الأغلب الظن أن الأصوات هنا سوف تكون منساقة إلى أبو الفتوح تلقائيا. ما تخاف أنهم يكملوا العقوبة يقول لا صوت عمر موسى؟ ما أعتقد. طيب هل الأفضل أن يقود مصر عسكري ولا دبلوماسي ولا مفكر؟ من وجهة نظرك؟ والله الأفضل أن يقود مصر شخص مدني يعني مش عسكري. لا أنا أريد أن أنتقل إلى ملف آخر يخص مصر ولكنه يخص العلاقات المصرية السعودية. قضية الجيزاوي يعني أخذت بعد كبير، والإعلام المصري من يتابعه وحتى صفحات التواصل الاجتماعي هناك لغة حادة تجاه المملكة العربية السعودية في قضية اعتقال الجيزاوي، وأيضا هناك ليس على مستوى الشارع فقط يعني 6 أبريل أصدرت بيان شديد اللهجة يوم الثلاثاء الماضي، حتى المرشح السابق حازم إسماعيل تكلم بقال أنه اتهام هذا الشاب بتهمة تبدو غير متسقة مع المنطق. في المقابل السفير السعودي أصدر بيان ووضح أنه
لم يكن له حكم سابق أصلا، وتم إلقاء القبض عليه بعد ضبط 21380 حبة من المخدرات. وتكلم أن هناك أنظمة المملكة لا تجيز بأي حال من الأحوال محاسبة شخص غير سعودي على أي أعمال ارتكبها خارج أراضيه. المهم أن هناك أزمة بين الشارع المصري والسعودي، وتعرف أنت عمق العلاقات، وهذه الأزمة قد تؤثر على المستوى العلاقات بين الشعبين. أعتقد أنه هذه أزمة عابرة. نعم. وأسبوعين وتنسى. والمهم هو أولا ماذا يقول الناس في هذه الأزمة؟ يعني سواء في الإعلام المصري أو في الإعلام السعودي. نعم. هناك أصوات يعني تأتي يعني إلى آخر اليسار أو آخر اليمين. يعني حالة مثلا شتيمة. خطأ أن تشتم مجتمعا. تشتم مجتمع مصري أو تشتم مجتمع خليجي. خطأ هذا كبير يعني. لماذا يعني تكون هذه الروح موجودة؟ بسبب حالة نادرة. ولذلك الكلمة الطيبة صدقة، والرسول عليه السلام هذه أزمة يعني أو فتنة أحيانا، قال الكلام فيها شد من وقع النبل. يعني الكلمة هنا عبارة عن طلقة. فالذي أراه أن يكف الكتاب والمعلقون والمغردون والمدونون عن استخدام اللغة الحادة واللغة الإقصائية التي يعني يتم التراشق فيها ما بين الطرفين. وأنا عملت مستغردات، وعدد من الشباب عملوا ما يسمونه بالهاشتاج. نعم. يعني نوع من الدعوة إلى معالجة الأمر بحكمة. هذه قضية. القضية الثانية، دعني أقول لك بكل صراحة، أصل القصة ليست فقط يعني وليدة اليوم. هناك أزمة لا أقول أنها كامنة، هي موجودة لكن في الظل منذ فترة طويلة، حتى قبل الثورة. أنا رحت لمصر وكنت أسمع من الأخوة في السفارة السعودية أنفسهم حديثا عن يعني صراع، دعني أقول لك، ما بين ما يسمونه بين قوسين ثقافة سعودية وثقافة مصرية داخل المجتمع المصري. وهنا ممكن تقول بعضهم يسميها مثلا وهابية أو أزهرية أو صوفية أو سلفية أو سميها ما شئت، يعني ربما يكون لها تجليات عديدة. هنا السؤال، أين الحوار؟ أين الحكمة؟ يعني أنا أعرف أنه في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى علمنا كيف نكسب الأعداء وليس كيف نخسر الأصدقاء. في ثلاثة مواضع الله تعالى علمنا أن نستعيذ من الشياطين، شياطين الجن. نعم. وبالمقابل علمنا كيف نصانع شياطين الإنس، حتى الشياطين ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها، هنا أخلاق الأزمة، إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فأنا أقول أنه في غياب الحوار، وأشهد أنه عدد من المخلصين الذين هم على علاقة ما بين السعودية ومصر من فترة طويلة يصيحون ويكتبون ويخاطبون ويتحدثون أنه يعني نحن جيران ونحن شركاء وهناك مخاطر عالمية وهناك تحديات وهناك مصالح مشتركة، لماذا لا يكون هناك مبادرات إيجابية لردم الفجوة والهوة وتقريب الشعبين من بعضهما؟ نعم. ليبيا تحضر تأسيس الأحزاب على أساس ديني أو عرقي، وهناك خوف أنه مثلا حزب زي الإخوان والمسلمين أنه مثلا هو حزب ليبي ولكنه يأخذ الأوامر والتعليمات من مصر. هذا بعض الليبيين يقول هذا الكلام. الحقيقة ما سمعت هذا إلا منك الآن في مسألة الحظر، ولكن أعتقد أنه باسم المجلس الوطني الانتقالي أصدر القانون. أي الذي على أي حال أنا أقول حتى مع ذلك ليست المشكلة في الأساس. يعني ليبيا فيها مجموعة إخوان مسلمين وفيها أخوة سلفيون في كل مكان، وفيها شعب متدين لا ينتمي لا إلى تيار ولا إلى غيره، وهذا رأيناه. نعم. جميعا. إذن القصة هنا يعني بالإمكان أن يكون هناك حضور وتأثير للأصوات الإسلامية، سواء انتمت للإخوان أو للتيارات السلفية أو للتيارات المستقلة صاحبة التدين الفطري، أن يكون لها حضور ولها تأثير من خلال لافتات قد تكون وطنية. وأنا هنا لما أقول لافتات لا أعني أن الوطنية هي مجرد شعار. هم يقولون نحن وطني بمرجعية إسلامية. هنا هي معنى حقيقي وانتماء حقيقي يشعرون به يعني. لكن هذه الأحزاب هي 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 أنت مع هذا القرار أو ضده يعني؟ ما اطلعت عليه والله. لا أعرف مكوناته ومسوغاته يعني بحيث أكون مع أو ضد. طيب، هناك أزمة بين المجلس الوطني الانتقالي والحكومة، يعني تحدث آخرها يعني أمس أنه اتهام من رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب المجلس الوطني أنه يعرقل عمل الحكومة. هو أشوف منذ نجحت الثورة أنا قلق على ليبيا، وقلت الكلام هذا يعني مرات عديدة، قلت لهم لا تسمحوا للقذافي أن يحكمكم من قبره من خلال
يعني الكلام الذي كان يهددكم به أو إثارة حرب أهلية أو من خلال الانشغال بالمشكلات التي خلفها من بعد. ومع ذلك صح لي أن أقول الآن بعد مضي هذه الفترة الكافية يعني عندي قدر من الطمأنينة أنه صحيح الوضع قلق ولكن لم ينزلق إلى حرب أهلية كما كان الناس يزايدون. هناك مشكلات، هناك صدمات، هناك صراعات موجودة ومستترة وأحيانا ظاهرة، ولكن يظل أنه الوضع لحد الآن ماشي. وجود أزمة ما بين الحكومة والمجلس الانتقالي أعتقد أنه طبيعي، يعني ليس شيئا غريبا. الاختراقات كثرت في الأسابيع الماضية على موقعنا، بس لا ما جاءك شيء موقع تويتر لا تقربوني فيه. هناك اختراقات وصلت يعني تنتقلت من المشاهير إلى المواقع الرسمية زي موقع العربية، اخترق وبثت فيه يعني عبارات تسيء إلى قطر. انت كيف تقيم هذا الوضع او كيف تقرأ في اي اختراق؟ الاختراقات وارده طبعا، هناك محترفين وبعضهم قابلتهم يعني يعني من شياطين الانس، عندهم قدرات غريبه يعني وربما تكون هوايه مثل ما نجد في امريكا وغيرها يعني كافراد. يعني هناك اختراقات مدروسه والمعروف من وراءها. يعني هذا السؤال، يعني قضيه انه مثلا العربيه الرساله اللي بثت: الدول الامير القطري يعفي وزير الخارجيه ورئيس مجلس الوزراء حمد بن جاسم مهامه ويعين الامير تميم خلف الله. وكيف صدى هذه عند الناس؟ من تتوقع انه يعني من ترشح انه هو الذي اخترقها؟ لانه هذه ليست عباره عاديه، ليست من هاوي. يعني انت تقراها كذا ولا باي طرف تقراها؟ لا ممكن الهاوي هاي، ممكن حتى لما يخترق يعرف يعني ما هو الكلام الذي يستحق انه يرتوت يعني وينقل يعني. بس انه فعلا انا استغرب ان بعض المواقع الحصينه كيف يمكن اختراقها، يعني هذا شيء غريب ويدعو للتساؤل. يعني انت يعني متابعين يمكن انه اخترق يعني، لكن موقع يعني حصين واكيد انه عليه يعني تامين. لكن ولا شك انه عمل غير اخلاقي قطعا. وايضا يعني انا سالني قبل قليل احد الشباب عن ذلك وعن مساله التقمص اشخاص، يعني هذه جريمه، تعتبر جريمه الكترونيه يعاقب عليها شرعا يعني. نعم. مجموعه من الاسئله يسالك الشارع. الشارع يسال: الشارع يسال كيف ترى أثر تويتر على الشارع السعودي؟ ما آخر إصدارات الشيخ سلمان العودة؟ ما سر الضجة اللي أحدثها ملتقى النهضة؟ هل تارك الصلاة يعتبر كافر؟ ما هي وجهة نظرك في حركة المجتمع هذه الأيام نحو الصراع الطائفي والمذهبي؟ وهل تعتقد أن هناك من يحرك هذه الحركة؟ ما رأي الشيخ بالدعوات المتكررة لزيارة القدس في الوقت الحالي؟ هل يجوز التحايل على ساهر في ظل تدبيله للمخالفات علينا؟ ما سر تحولك من التشدد إلى التساهل؟ كيف أوفق طالب العلم بين حياته العلمية والعملية؟ الشارع يسأل. حياكم الله في الجزء الثالث والأخير مع ضيفي الشيخ سلمان العودة. كيف تشوف أثر تويتر على الشارع السعودي؟ والله أشوفه يعني رائع صراحة. طبعا اسمح لي أن أبارك لك بتجاوز المليون مغرد، وهذا الرقم الله كبير طبعا. الله يبارك فيك يرضى عليك. أنا أعتبر أنه أثر رائع صراحة، لأنه أعطى منبر لمن لا منبر له. اللي عندك 70% من الشعب السعودي هم شباب، والخليج بشكل عام هم شباب. أين صوتهم؟ صوتهم ضائع، يعني لن تنشر مقالاتهم أو يقام لهم برامج إلا في نطاق ضيق جدا. لكن أن يتحدث في تويتر حتى بعجره وبجره وخطئه وصوابه، أعتقد أن وقوفه أمام المسؤولية وأمام الشاشة مع الوقت سيجعله يشعر بالمسؤولية تجاه ما يقرأ ويكتب. ليس هناك سبيل إلى تدريبهم على استخدام الحرية أفضل من أن تمنحهم الحرية ليتعاملوا بها هم ويدركوا مسؤوليتهم عما يقولون أو يفعلون. في كلام على قضية الأعداد، يعني حكم الشراء، أنه لو جاء واحد وشرى مثلا مجموعة من المتابعين 50,000 100,000 200 إلى آخره، يعني هل هذا يعتبر عمل جائز وعادي ولا أنه في تدليس وغش ولا يجوز؟ والله يا أخي نارا وأقرب للتدليس والغش. وبعدين يشتري ليش؟ يعني هؤلاء ليش؟ والنوع من المباهات يعني. يعني هذه مباهات، يعني هو يشتري ليش؟ هؤلاء اللي يشتروا دول ما راح يتابعونه، في الغالب انهم انجليز ولا اسماء وهميه، معرفات وهميه.
فلذلك أنا أرى أن هذا فيه نوع من الـ يعني الـ التشبع. نعم. بما لم يعطى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. في مقابلة سابقة أنت تخصيتنا بمجموعة من الأخبار، قلت أنه عندنا رواية. اليوم أنا أطمع في شيء جديد. عندنا معلومات غير مؤكدة أنه أنت في صدد إصدار مقاطع يوتيوب جديدة، تريد أن تظهر يعني بتراجعات إن صح التعبير وبمواقف جديدة لم تفصح لها وتفصح عنها على أول مرة، هل هذه المعلومات صحيحة؟ صحيحة وليست صحيحة. أما وجود مقاطع يوتيوب هذا موجود الحمد لله، وسيكون أول مقطع منها إجابة على سؤال الأخ اللي يقول سر انتقالك من التساهل إلى التشدد. ذلك نلغي السؤال هذا لأنه إن شاء الله خلال هالأسبوع بيسمعه. إيه إنه أنت تغيرت ولا يعني؟ نعم، لكنه ليست مرتبطة بما عبرت عنه إنه تراجعات. هي سيكون فيها مراجعات، سيكون فيها تعليق على أمور تمس الواقع، بمعنى أنها بحسب القضية التي تهم الناس يعني. نعم. آخر أصداراتك من الكتب؟ طبعا في الكتب الأربعة اللي ظهرت في معرض الكتاب. مع الأئمة، تغريداتي، لو كنت طيرا، نعم، أسئلة الثورة، وبحمد الله يعني أقول لك إنه يعني كلها حصلت على يعني مستوى عالي جدا من التوزيع. كتاب يعني أسئلة الثورة منع الكتاب من معرض الكتاب، وقلت أنت إنه منع، ومع ذلك أنت نزلت الكتاب للمتابعين في تويتر اللي قرابة المليون. هل هذا هو يعني مثلا تحدي للقرار، ولا أن تبين للناس أنه والله عادي ولا في شيء وقرو، ولا يعني؟ لا، وليس التحدي، هو هذا مسموح، يعتبر ليس ممنوعا. نعم. والواقع أنه المنع، أنا ما جاني منع، المنع جاء للدار التي كانت تقوم بتوزيع الكتاب في معرض الكتاب. أما بالنسبة لي لم يخاطبني أحد أن الكتاب ممنوع، ولا أعرف إن كان هذا في مثلا تعميم بخصوصي، لم يبلغني شيء من ذلك، بل على العكس. هو المشكلة يعني جاءتني أصوات عديدة من أطراف كثيرة معجبة بمضمون الكتاب، وأن مضمون الكتاب ليس مرتبطا بظرف معين، وإنما هو مضمون علمي معرفي يراعي المستقبل أكثر ما يراعي الحاضر، ويراعي التوازن أكثر ما يراعي أنه ينحاز لصوب الثورة مثلا أو صوب غيرها. لا لا، هو الكلام على أنه هناك من قرأ الكتاب بقراءة مختلفة، وقال أنه هناك مغادرة إيديولوجية للشيخ سلمان العودة من الخطاب السلفي التقليدي أو الخطاب السلفي الحركي إلى خطاب تنويري جديد يؤمن بالمبادئ التي تقوم عليها الليبرالية مثلا كالديمقراطية مثلا، وهذه الليبرالية السياسية إن صح التعبير. لا، أنا لم أسمع هذا ولم أقرأه، يعني لم قرأت ما كتب عن الكتاب، لم أجد هذا. لكني وجدت أن الذين ينتقدون وينتقدون من زاوية سياسية يرون أنه أن في تصعيد سياسي، وقطعا هذا السر الذي يعني هذا المنع يعني يعني المنع ممكن أنه المانع يريد أن يقمع روح التمرد عند الشيخ سلمان العودة اللي قد تتوقع من خلال الكتاب. لا، هو الكتاب في الواقع يعني يمكن أن تقول فيه قراءة، أنا أقول فيه لا قراءة أحيانا. هو في الغالب من قرأوا عنوان الكتاب وقرأوا اسم الكاتب وبناء عليه تحدثوا باتجاه معين، يعني هو منعوا كانت ولم يمنعوا لكن لما تقرأ الكتاب أنا حاولت أن يكون فيه توازن، وأن يكون فيه دراسة علمية فقهية شرعية هادئة، وربما الكتاب يثير من الأسئلة أكثر ما يثير من الجوابات، بمعنى أنني لم أحاول أن أتبنى في رأيا بقدر ما أوضح بعض المسائل، ويبقى الأمر للأخذ والرد حولها. هو قضية المنع وعدم المنع، يعني إحنا هناك أنت منعت من خطب، ومنعت من دورة في خميس مشيط، ومنعت من افتتاح جامع في الطائف، ومن مقالات في عكاظ، بالإضافة إلى أنه في الجانب الآخر أنت ألقيت محاضرات في نادي الأدب في القصيم وخليص، وألقيت جولة في المجمعة، يعني احنا ما ندري انت ممنوع ولا ما انت ممنوع، حتى اذا جينا نستضيفك ما ندري انت ممنوع ولا ما انت ممنوع. لا استضيف ان شاء الله. لا، انا سالتك عن هذه، لكن هو الكلام على قضيه انه يعني هناك ازمه في فهم انه هل انت ممنوع ولا. والله يا اخي انا صراحه انا ما عندي خبر، الذي يطلب من شيء انا اعطيه موافقه. نعم. واحيانا ياتي بها واحيانا يعتذر، يعني فيبدو ان هذا يعتمد على حسب الجهه التي تستضيف، يعني في جهات معينه تستضيف وبالراحة، مثل يعني ما هو بلازم هذا أسميها لك، يعني أخاف يتكاثرها البخت، خلها مستورة. طيب. يعني قضية ملتقى النهضة، يعني هذا الكلام أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل ملتقى النهضة، لأنه أنا استضفت الدكتور مصطفى الحسن وسألته مجموعة من الأسئلة عن هذا الموضوع، لكن هو يعني للأمانة هو أكثر سؤال وردني لما قلت أنه الشيخ سلمان هو ضيفي. يعني أنا أريد أن أختصرها في سؤالين. السؤال الأول أنه لو أقيم، طبعا الدكتور مصطفى الحسن قال هناك ملتقى رابع، هل
سيكون الشيخ سلمان العودة مشرفا على الملتقى الرابع لملتقى النهضة الرابع؟ والسؤال الثاني وشو؟ عطنا السؤال الأول. لا لا خلص خلص الجميع خلنا. لا قضية الحملة يعني العارمة التي وجهت للشيخ حتى من أصدقاء الأمس، يعني بعض يقول أنه هل السرورية انقلبوا على الشيخ سلمان أم الشيخ سلمان انقلب على السرورية؟ هذا هو سؤالي الثاني. هو شوف أنا الحمد أخطي نعم وأذنب كثيرا ويعني وأعتذر الحمد لله من خطأي إذا أخطأت وعرفت خطأي، ولكنني أحمد الله وأرجو أن لا يكون من خطأي أني يعني أصادر أحدا من الناس أو أقع في أحد من الناس، أرجو أن يكون هذا منهج يعني قديم واضح عندي، وأؤمن بقضية كسب الأصدقاء كسب الأعداء إن أمكن وليس خسارة الأصدقاء. الأصدقاء وذكرت لك ما ورد في هذا السياق قبل قليل. يبقى أنه بعض الأشياء قد يكون الصمت فيها حكمة بالنسبة لي، ليش؟ لأن في أمور أنا لا علم لي بها، فمن ليس من المصداقية أن أتحدث عنها، وفي الوقت ذاته من الواضح أن يعني الاسم مقصود ومطلوب، ففي وقت يعني القيل والقال فكرة أن الإنسان يسحب نفسه ليست، أنا أحس أنها خلاف الأخلاق وخلاف المروءة، كنت يعني أشعر براحة نفسية وأشعر بانضباط أخلاقي أنه خلال مثلا هذه الفترة لم يصدر مني شيء، حتى التعريض يعني كنت أتعمد أنه لما أكتب تغريدة لو كان أحد يمكن أن يفهم منها معنى معين كنت أتجنب ذلك، بحيث أنه وقت يعني إثارة الموضوع حديثك عنه ليس له في نظري لا يناسبني. أنا لا يعني أريد أن ينتهي الكلام وأنا واقف في مكاني، ما تقدمت ولا تأخرت. وأما ما يتعلق وأما الآخرون يعني كون الأستاذ مصطفى الحسن أو غيره تكلموا من بداية الملتقى، وأنت كما قلت استضفتهم، أنا لم أرى هذه الاستضافة يعني، وأشاروا إلى ما أشاروا إليه، هذا أمر يعني يتعلق بهم يعني هم يتحدثون عنه. بالنسبة لي اتخذت قرارا باختصار شديد وهو الصمت، ورأيت أن هذا الصمت هو أفضل خيار، لأنني لا أريد أن أقول كلاما فأغلط في حق نفسي أو أغلط في حق أحد غيري قريب أو بعيد، وفي الوقت ذاته ليس لي حقيقة معرفة بالأمر بحيث أنني أدافع مثلا، فكان الصمت في نظري هو القرار الحكيم المناسب لي يعني، ويمكن الكثيرون يفهمون على أنه يعني كما أحدهم شو تقول مثلا هذا تعالي أو استعلاء أو، وعادة نصيحتي لا تتكلم وأنت تحت ضغط معين، انتظر، هذه أزمات مثل ما قلنا مدتها يوم أسبوع بالكثير يعني، إذا انتهت ممكن تتكلم بكل راحة بكل استرخاء وممكن تعطي تفاصيل. الآن أنا مثل لو تسألني عن السجن اللي في الحائر ممكن أعطيك تفاصيل كثيرة في ذلك الوقت يعني كانت مشحونة بحالات من الحرج والتوتر تستدعي أنك أنت تكلمت، هذا مثلا سياسي وهذا أمني وهذا صديق وهذا شخصي وهذا عائلي، فيعني وقت الأزمة أنا تعلمت أنه يعني لا يتكلم الإنسان إلا إذا عنده كلام واضح ومقنع، أما فكرة أنه والله الإنسان مثلا يسحب نفسه حتى أخلاقيا هذا غير مناسب. نعم، شكرا لك شيخ سلمان، الشكر موصول لكم أنتم. وانقلوا عن الشيخ سلمان العودة أنه يقول للليبيين لا تجعلوا القذافي يحكمكم من قبره. السلام عليكم.